السلام عليكم حبيبات قلبي ورفيقة الدرب، قال المشاهدين الكرام، نرحب بكم في عائلتكم ومع أختكم الحنون. نبدأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سمحوا لي والله ما راني قادرة نهضر برك في بداية الفيديو. بغيت نقول لكم غير ماريا بنتي، شوفوا هذه يدها راهي تتعلم معايا في الكوزينة، وزعما قلت ندخلها هكا توالف معايا الطبخ وتولي تساعدني وتولي يعني طيب وتولي ما شاء الله. المهم هنا بغات لي بانكيك، صدقوني دارتهم وحدها، جبدت كاع لي زانغريديون باسكو راني معلمتهم لها موالفه ديرهم بزاف اذواق. وهنايا ديت لها السباتشيلا وراني نساعد فيها باسكو خفتها تنحرق. المهم راهي دايره مسكينه الطابوري وتقلب فيه، والعجينه هي خدمتها. المهم كاين دي زيتاب، كاين واحد اللي ماشي دي زيتاب، كاين واحد التدابير نعطيهم لكم روعه على التنظيف، وكاين وصفه شابه. وبغيت نجي نطلع على خواتاتي ان شاء الله، يا ربي يعجبكم هذا الروتين يا ربي. وما تنساوناش باللايك، ورايحه نهضر معكم، اسمعوا لي حلو ودنيكم، وفضلا فضلا كملوا لا فيديو لا تحبوا حنان. هذه هي خواتاتي، نبداو بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. يعني نقول لكم والله راني راح نفتح لكم قلبي، ما رانيش مليحه، ما رانيش كاع مليحه والله، ما لست ادري، مانيش عارفه مالها بلادنا، مالها الجزائر، مالها مالهم خاوتنا، ما كما يقول لك العين تظرف بدل تظرف بدل الدموع دم، وقلوبنا محروقين ورانا مهولين ما نعرف بلادنا، لا ما نعرف لا خرجتنا العين ولا هذا مكتوب الله ولا ما عرفت شو، مانيش عارفه. يمكن شوية تساندوني تمدوا يعني آراءكم، عرفنا لا الآخرة قد قربت ولا قروب الساعة ولا والله ما رانا عارفين. على بالكم الموت راهي بزاف، المرض الوباء كورونا شاك فوا يبان مرض، شاك فوا يبان مرض جديد، بزاف بزاف راهم يموتوا. على بالكم خيان وخيات صغار اليوم تاني قضاء الله وقضاء سبحان الله مكتوب، لا حول ولا قوة إلا بالله. هاي ماتت صحفية تاني صغيرة، والله كي شفتها بكيت الدم وقلبنا محروق على خونا جمال. صدقوني ما رانيش نرقد حتى ستة تاع الصباح، ملي نبدا نشوف لي فيديو بعيد نتهرب من مواقع التواصل الاجتماعي، بصح ما قدرتش على بالكم نستنى غير وين تيقولوا شكون اللي قتلها، كيف علاش قتلوه، شكون رانا محيرين. طفل صغير مسكين راح ويما داس في قلبها بابا مش شوك، ما باغينش يهضروا ولا مانيش عارفه، مساكن نشوفوا خافوا لا تتهول البلاد وتتخلط. سبحان الله فلت كبادهم راحت مساكين وصابرين لله. وزيد قبائل خاوتنا اكيد المليح ودوني باختو في كل بلاصة. انا والله سكنت عندهم 4 سنين يعني ما شاء الله في التسعينات، لا ماشي في التسعينات، قلت لكم في التسعينات استغفر الله، في الالفينات كان ولدي صغير كان عنده عامين الكبير ما شاء الله عليهم. لكن اكيد هذه عصابة مانيش عارفة والله ماني عارفة، ان شاء الله ربي ياخذ الحق ويبين الثار تاعو. غاضني داك الطفل راني غير نمشي ونبكي عليه. المهم هذا روتيني في الليل خواتاتي، القلب راه فيه جمره قويه ورانا محيرين ورانا غير بالدموع، لا حول ولا قوه الا بالله استغفر الله. المهم هذا روتيني في الليل بعد هذاك البانكيك درتها بنتي مع العصر. انا على بالكم ركبتها شغل بالمقلوب باش ندير العشاء هو الاول، درت الروتين ومن بعد العشاء سمحوا لي والله ماني مليحه. المهم الافاده يعني ولو تدوا فكره صغيره ونفاجئوا على رواحنا، واكتبوا لي في التعليقات خواتاتي شويه نفاجئوا على بعضياتنا. المهم هنا راح نعطيكم تدبيره باش تنقوا لي في تاعكم ويمكن تعرفوها، ما الله اعلم. القارص اذا عندك حبات لي يكون مكونجلي، هذه مكونجلي جبدتها خليتها ترنخت شويه باسكو قاصحه تكون جور كي تكون في المجمد. ديريها في الحبيله تاعك ولا في الغافيت تاعك، وديري شويه ايزيز غير قطره، شويه ما سخون وجوزيها كذا
زيري يدك شويه وجوزي كاع الليفي تاعك خاصه العين، شوفوا كيفاش خرجت تبر، كانت مضبه كاع. شوفوا الليفي تاعي واللي يشعل دوك تشوفوا، وتبعوني نعطيكم تدبيره للماء تاعكم تاع الانوكس باش ما يفسدوش. المهم هنا العين عندها يومين ما جاتش، جاتنا شوفوا وقتاش جاتنا، على الزوج تاع الليل، الزوج تاع الصباح، راني نغسل ونقي الكوزينه ما تشوفوش فيها كي كانت بالماعن وكي كانت مرونه. لا اله الا الله محمد رسول الله. هنايا لي كوكوط بزاف اللي قلتوا لي حنان الكوكوطه تاعك جدد، كيفاش ما شهابوش، كيفاش ماشي مجروحي، كيفاش سمحوا لي خواتي تاعي حكمتني قنطه. شوفوا كي تغسلوا الكوكوط تاعكم ما تجوزوش عليها بالحبيله من اللور ولا بلافيت من اللور، يعني من الانوكس تاعها وين يبرق، جوزوا عليها غسلوها بالبونجا. هذه البونجا اللي راكم تشوفوا فيها، علاش قلت لكم لا ما ديروش الاجاكس، البونجا هذيك تخليهم يبرقوا، قلت لكم تخليهم يبرقوا، تخليهم جدد الانوكس ما ينجرحش يعني ما يتخبش، فهمتوا؟ من الداخل غسلوها باللافيت ولا اجاكس عادي. شوفوا راها جديده الكوكوطه تاعي، شتو شريتها قبل رمضان بسمانه، راهي جديده. على بالكم لو كنت نغسلها بالحبيله من اللور بالاجاكس هذاك صدقوني تتجرح تولي، شوفوا كاع مجرحه، مام تغسل مام تكون كيما نقولوا مقيه وتمسحيها وكلش ويبانوا فيها هذوك الخدوش، شغل تولي شهبه ما توليش مليحه. نصيحه منكم من الفوق ما تغسلوهمش بالاجاكس، الاجاكس هو اللي يشهب الماعن كاع تاع الانوكس ماشي غير الكوكوطات، يجرحهم. جوزوا عليهم بالبونج، وانا نقول لكم حاجه الاغلبيه نغسلهم بالميكروفيبر، هذوك طراش الميكروفيبر باش ما نجرحهمش، المقالي كلش الماعن تاع الانوكس، وشلوهم غاي شلوهم مليح يرجعوا يبرقوا. وتاني لي كوكوط والماعن تاع الانوكس عصروا لهم عصره في لافيت تاع الحبيله، عصروا لهم عصره تاع قارص يخرجوا يلبعوا شلوهم بيا. المهم انا رايحه نعطيكم وصفه الزيتون تاع العرس، يجي بزاف شباب يا البنات، رانا نطيبوا على جال وليداتنا ما يقتلهمش الشر، ورجالتنا والله غالب قلوبنا مكويين. هنا عندي نصف ملعقه زنجبيل، نصف ملعقه فلفل عكري، فلفل اسود، نجمه الارض، عود قرفه صغير، تابل اللحم، تابل اللحم نصف ملعقه صغيره، وشويه رشه ربع ملعقه تاع كركم، كركم الاصلي. وعندنا نصف ورقه رند ما نقطوش باش ما يغطيش على البنه تاع الزيتون، وعندنا ربطه صغيره تاع قزبر ومعدنوس. في الاول نديرو حبه بصل وطراف من اللحم ولا دجاج، نفس الشيء كيما بغيتو لحم ولا دجاج، ونديرو الملح شويه ملح، وكيما راكم تشوفوا البصله، وعبالكم الهضره راح مانيش قادره والله ماني قادره، ونديرهم يتقلاو مليح. لازم البصله تاعنا تتقلى مليح هي واللحم حتى يولي دوغي، واحد 20 مينوت وانتم تقليو، كي تقليو كلش ما ديروا لا توابل لا والو، كي تقليو كلش عاد باش تشوفوا ولا ذهبي ارميو الزيتون تاعكم. هنا عندي حبه طماطم حمراء وطايبه فيها على راس المغرف، غير على راس المغرف هذه الصغيره طماطم معلبه. المهم كي قلت لكم يولي اللحم دوغي رميو الزيتون تاعكم ورميو التوابل والقزبر والمعدنوس، عاود بقاو تخلطوا بيان، لازم هذاك الزيتون تاني يتجمر مع اللحم والبصله واحد 10 دقائق وانتم تقليو، بعد ذلك يتشرب كامل التوابل والقزبر والمعدنوس. بعد 10 دقائق هذه كرموا ديك الحبه تاع طماطم مرحيه ومعها على راس المغرف طماطم معلبه، ونقليو مليح تاني واحد 5 دقائق ولا 10 نديرو غطا ونقليو مليح، كل ما نرمو عفسه نديرو الغطيوه ونسقو عادي، الماء سخون، الماء يكون سخون وما نكتروش الماء خاطر اللحم يطلق المياه تاعه والزيتون يطلق المياه، الملح ما نكتروش. انا هنا صارت لي كارثه دوك نقول لكم عليها، شغل جا غير شويه مالح باش داويت الحاله، رجع حلو ما شاء الله، كي طاب ذقته لقيته شويه مالح، قطعت حبه بطاطا قسمتها على أربعة وحطيتها تتجمر معاهم واحد 10 مينوت، وبصح النار ناقصه باش ما ينشف لكمش، تشربت كاع هذيك الملوحيه ورجع حلو سكر ما شاء الله جا روعه. ورميت له هذه البطاطا هكذا مقليه مقطعاني، نوريكم في البطاطا، البطاطا البنات تمتص الاملاح فيها النشويات وتمص الملح،
فوالا. ومن بعد نعطيكم دي زيدي على هاد العفايس. ودرت هاد السلطه، وكانت عندي شويه عجينه مجمده جبتها قبل بساعتين، درتها سوفلي بشكشوكه تاع بصل وطوماطيش وفرماج على جال وليداتنا راكم عارفين. وهنايا وجدت الحشا على بكري، الحشا تاعي كان على الستة طايب به بالسوفلي، وحضرت موراه تفكرت الخبز ما كانش، نط جبت الفارينه ودرت خبز الشعير الفارينه، ودرت فيها شويه من الداخل شويه شعير تاني من الداخل، مفيد بزاف للمصران اللي عندهم الكولون اللي عندهم القولون العصبي، مليح مليح بزاف النخاله هذه تاع الشعير، درت فيها من الداخل ومن برا. وكان حشانه مع حضرتها مع الزيتون. المهم اللي راكم تطلبوا مني وصفه الفطيره على قناتنا الزوجه تاع المخبوزات، ها هي راهي جايه. هذه ما درتهاش في الروتين تاع اليوم، كان عندي مسجل، ترقبوها ندير لها لكم هذا الاسبوع، ندير لكم بعده اذواق. المهم اخواتي تدعوا لبلادنا، ان شاء الله ربي يهني البلاد ويطفي هذا الجمره ويرحم موتانا ويصبر امهات كل الموتى ويصبرنا جميعا يا رب.